ألف نفقة الزوج على زوجته. هذا الترتيب ليس معتبرا يعني بذو انت بغيض يعني ترتيب عادي. ذا شو ذا النوع مزوارو النفقة برقز فنطوث يعني أرقز ذنتسا أري نفقا فنطوثيس ذوقي إذ شرع من بعد يرس مسفهاما أذ معونا الله يعينهم الزوج والزوجة متفقين باش يتعاونوا الله يبارك بسم الله ما شاء الله يتعاونوا عادي حنا ما ندخلوش بيناتهم يتعاونوا ممكن الزوجة تقول له شوف أنا نقابل السكنة نخلص لي طرونش تاع السكنة وانت قابل النفقة الماكلة أكل وين نظن أكل وكاين العكس هي تقابل الدار نفقة وكذا نتاع المعيشة وهو الشريعة سمحت الشريعة الإسلامية من مرونتها أنها تريد اليسر للناس أن يعيشوا في يسر ربي قال يريد الله بكم اليسر هذه الآية جت بعد آية الصيام بعد الآية 185 هذه الآية من سورة البقرة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مع وين ثكان مسفهم ثكان فمسفهم ماذا يعني ربي لذلك نفتح قوس مهم جات القوانين ضبطت هذه المسألة وسنتد القوانين في تفاصيل وتختلف ما حبيش نطول عليكم وإلا نذكر بعض القوانين سواء في الدول الإسلامية دول تاعنا ولا دول أخرى نقول نعطيكم على سبيل المثال من القوانين المهمة جدا قانون 1917 اللي هو اسمه قانون حقوق العائلة هذا قانون مهم جدا صدر في ظل الدولة العثمانية اعتمادا أساسا على المذهب الحنفي قانون 1917 بعد سند القوانين الوياض قانون 1946 قانون 1951 قانون 1953 قانون 1956 57 79 84 بالنسبة للجزائر علاش ذكرت القوانين هذون هي قوانين اللي خرجت من الشريعة كاع هذه سمعتوها كلها هذا قوس مهم لمن أراد الاستزادة عندنا قوانين اللي خذوها من الشريعة شرع ربي سبحانه يقول قوانين قوم الإسلام في مجلة الأحوال الشخصية التونسية كان مدونة الأحوال الشخصية المغربية تسمى مدونة الأسرة وكان قانون الأحوال الشخصية السوري قانون الأحوال الشخصية المصري قانون قوانين كثيرة جدا راهي موجودة منها قلت لكم قانون حقوق العائلة اللي صدر في ظل الدولة العثمانية من المذهب الحنفي وبعدين هذه القوانين كاين قوانين اللي تعتمد أساسا على المذهب الحنفي زائد اعتماد على يعتمد على فقه آخر مدارس أخرى وكان تعتمد على الفقه المالكي وزيد يقول لك إذا كان أي فراغ نرجع إلى ما استقر ولا المشهور ولا كذا في المذهب المالكي هذه هي الإحالات وكان اللي يقول لك المذهب واحد آخر احنا في الجزائر قال لك لا لا تروح للشريعة الإسلامية كامل قانون 84-11 الصادر بتاريخ نقول لا ريفيرونس هذه نتاع المرجع باش اذا رجعنا ليه في المستقبل وكما اشرنا اليه في الحلقات السابقه نعرفوا المرجع نتاعو اللي هو القانون اللي صدر قانون 84-11 الصادر بتاريخ في رمضان اللي صدر في 9 رمضان 1404 9 رمضان 1404 للهجره الموافق لتسعة جوان 1984 معدل ومتمم بالأمر 05-02 الصادر بتاريخ 27 فيفري 2005 في المادة 222 تنص حرفيا على ما يلي
كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. يعني القاضي مريفارا مادة قانونية في تمثال تديوسة ديرزان فلاس يدي بوضمار غورس باش هذي حكم ذيكس أذيوغال الشرع، يعني القاضي ذيوغال الشريعة، والقاضي هنا ملزم بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان هذا القانون المذكور في الجزائر اعتمد أساساً على الفقه المالكي، ولكن رجع إلى بعض المدارس الفقهية في بعض المسائل. نغلق القوس. نفقت الزوج على الزوجة، إذن أرجاز ذنتسا أري صرف الفسمطوثيس ذا أيكن قارن ساسي عقشن ذنتسا أذي ينفق فلاس ذنتسي ذا مسوق، ولكن مسفهام الجرسن أتعيون نغض فرق النفقة هم أحرار، خاصة في هذا الزمن والمرأة تخدم، المرأة عاملة أو المرأة تخدم، تخرج الصباح تروح تخدم وتولي العشية. إذن المرأة يمكن لها أن تسهم في النفقة في الاستجابة لاحتياجات الأسرة، وليس في ذلك حرج شرعي. وتستمر طبعا نفقة الزوج على زوجته ما دامت الزوجية قائمة مستمرة، يعني ما دام أرقز سمطوث تعيشين جميع ذا أرقز نفقن في سمطوثيس هذا. ورب سبحانه يناد في القرآن الكريم لينفق ذو ساعة من ساعته، ذا المدينة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه جاية في سورة الطلاق الآية السابعة. رب سبحانه مدينة لينفق ذاك الآية ثفقنا غيد باللي تزمرث القدرة، لم تحدد هنا النفقة لا وزنا ولا كيلا ولا نوعا، النفقة كما قلنا ترجع الأعراف وإلى آخر هذا الكلام، ولكن ربي سبحانه يناد من ساعته فازمرث. من بعد اختمس الآية في السبعة إناد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كلي ونا على حسب فازمرثيس. وإناد ربي في سورة البقرة الآية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فازمرث. وربي إناد يريد الله بكم اليسر، نرجع للآية 185 سورة البقرة. وربي ناد في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وربي ناد في سورة الحج الآية الأخيرة الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونبي عليه الصلاة والسلام ناد يسروا ولا تعسروا. يصح الاستدلال بهذه النصوص في هذا الموضع كما يصح الاستدلال بها في مواضيع أخرى هكذا. أي غر خطر تزمر ذا غربي مدينة في سورة البقرة ناد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الآية 233 من سورة البقرة بالمعروف. إذن كل هذه المعاني واضحة إن شاء الله واضحة. فيه حاجة مهمة نذكرها اللي هي ما هي، معلش هي كأنها خلاصة مركزة، ما هي موازين أو ميزان الإنفاق؟ في ثلاث أمور ميزان الإنفاق. الأول خطر كي يقول ميزان معناه نتحدث عن التقدير. الميزان الأول هو حسب قدرة المنفق، على حسب تزمرث بن رديفكن، وهذه قواعد تستغرق جميع أنواع النفقة،
هذا الكلام يصدق على نفقة الزوج على زوجته، على نفقة الوالدين على أولادهم، نفقة الأولاد على الوالدين، كلها هي قواعد عامة، ميزان واحد يون الميزان. هم الميزان اللي نستخدم للتجارة، الميزان يكيل به البطاطا وزرودية وكلش، هو ميزان واحد. حتى هذه الموازين الشرعية هي في هذا الموضوع هي واحدة. الميزان الأول قدرة المنفق، بمعنى آخر هناك من عبر على هذا الميزان بقوله قدرة الذي تجب عليه النفقة، يعني تزمر ثبين أرين فقن تزمر فيس على حسب تزمر فيس. الميزان الثاني حاجة المنفق عليه، يعني على حساب أشق حواج وين رئيس نفعن سي النفقة. كما نقول المنفق يسرا وعسرا، يسرا وعسرا، خطر ربي ما يكلفناش واحد معسر، ما نقدروش نقول لازم تصرف على زوجتك 3 ملايين في الشهر، هو راه ياخذ 1.5 مليون، ما كاش كيفه، ما يوس هذا ما كان. حتى في القرض الشرع عربي في القرض واحد كيسلف واحد الاخر، يا اخي القرض موجود، المقرض عنده اجر كبير اكثر من اجر الصدقه، وان كان هذا الكلام يحتاج الى ضبط وتدقيق ومزيد بيان، ولكن ماشي موضوعنا، فقط كاشاره. اثر الرضيون ان بعد جاء وقت باش يرجع لك دراهم ويقول لك ما عنديش، زيد لي شهرين، تزيدها له ولا ما زيدها لهش؟ برافو، صح، بارك الله فيك. يجي في الوقت يقول لك ما نسيتكش، انت تسلي وسع لي، الله يوسع عليك، ربي هو اللي قالها لك. وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، وفي قراءة ميسرة. وين جت هذه الآية؟ في سورة البقرة الآية 280. زيد خليت اللي جاية بعدها واللي بعدها، وهي أطول آية في القرآن، هدرت على الموضوع. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية 282 من سورة البقرة. إذن اليسر والعسر معتبران في موضوع الإنفاق، لذلك جاء هذا الميزان حاجة المنفق عليه. ذا شو حواج يختلف من إنسان لإنسان، ممكن واحد ينفق على باباه يحتاج غير تعطيله لباباك 1.5 مليون يكفيه، واحد آخر 4 ملايين وما يكفيهش، خطر عنده الماكلة، عنده اللبسة، عنده تريسيتي، عنده دواوي، أذغى كي نقولوا دواوي هذيك هي حسب حاجة أو احتياج المنفق عليه. لذلك تدخل لنا واحد المعايير أخرى دينية إيمانية، خوف ربي وكذا، ما يلزمش واحد يبروفيتي، إيه واعره هذه مليحة، هذه هذه غير ربي اللي يقدر عليها. ممكن واحد يخرج لك يقول لك شوف لازم تخلصوني انتم اولادي، تعطيوا لي 10 ملايين في الشهر وما يكفيش، وبالك هو يحتاج غير 4 ملايين، علاه يزيد 6 ملايين؟ علاه؟ ممكن يديروه الوالدين، ممكن الاولاد، ممكن الزوجه، ممكن ممكن. ما هو الضابط هنا؟ ما هو الخوف ربي؟ ذايا ولا كيجيو الناس امثالكم يقولوا والله راه بزاف عليك، بزاف عليك، وزيد حاجة أخرى أنه دفوا الأولاد طيح على واحد، وعلى بالكم شفت الواقع، هاو الدين هاو الواقع، تلقى واحد وليدهم يخاف ربي، مؤمن، يصلي، يتكاو عليه الوالدين، سمحوا لي الوالدين، وهذوك الأخرين والو ما يقولولوش، مام حتى ما يقولولوش، يركزوا غير على إما يطيحوا على الكبير
ولا المازوز نو المازوز ما نظنش المازوز يعني عادة المازوز ما يتحملش الكبير هذاك هو اللي عنده كتاف صحيح وحاجة المنفق عليه. كاين الميزان الثالث كاين من العلماء اللي يسميه مجرى العرف. مجرى العرف يعني اللي أشرنا إليه مجرى العرف والعادة. حتى القانون تاعنا بالمناسبة يتكلم على هذه المسألة نص عليها قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. لكن المشرع الجزائري قال الضروريات باش ما يكونش هناك تكليف بلا مسوغ. قال وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة عند النص على مشتملات النفقة. يلا ذرك نروحوا نجيب بعض الحديث من السنة نختار من خطبة الوداع. طبعا خرجها الكثير من العلماء منهم الإمام مسلم في صحيحه خطبة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء. سبحان الله من وصاياه الأخيرة استوصوا بالنساء خيرا إلى آخر ما تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يوصى ثلاوين يوصى في الولية. الولية لماذا ذي تعرفيث النغ ولا قالت صلصت مطوث قال في المحال إلاق أتسعيونا سوى شلتيس أذروميس فالدرثيس فالدوض والسقي. الحمد لله كرند يعني الخير قلان ذي المجتمع السا الحمد لله لأنه قد يخدم الخير واحد السن قد يخدم الخير جمعيات خيرية الله يبارك. معنى كين خير في الأمة وهذا مظهر صحة في أمتنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه أمتي أمة مرحومة وفي رواية إن أمتي أمة مرحومة. يعني كاين الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربي النبي صلى الله عليه وسلم يوصى إن اتقوا الله في النساء أقول ربي. علاش قال اتقوا الله؟ خاطر الخوف ربي هو صمام أماننا. زنسى شي صح خوف ربي خوف ربي اتقوا الله. إلى أن يقول في الحديث نفسه خطبة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. جاء الحديث كما الآية رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية اللي شرح اللي ذكرناها قبيلة في سورة البقرة الآية 233 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نفس الترتيب هنا في الحديث قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ايه يذكر الواجب ثم يذكر التخفيف. فازمرث بالمعروف باش يكون الاستقرار الأسري. هناك خطأ شائع نقول الاستقرار الأسري خطأ شائع في الشرق والغرب والشمال والجنوب أخطاء تستنسخ. الأسري خطأ لغة نقول النسبة تعود إلى المفرد نقول الاستقرار الأسري. ذكرت هذا البيان خطأ الخطأ إذا شاع يعتبر هو الصح. لو كان واحد يقول سوا سوا يقول هذا غلطان. لا هذا هو ما نقولوش أخبار دولية نقولوا أخبار دولية. ما نقولوش لاعب جوارة لاعب دولي خطأ نقول لاعب دولي دولي قانون دولي ماشي قانون دولي. نغلق القوس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إمدينا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحديث كما قلت صحيح خرجه الإمام مسلم من هذا الحديث في خطبة الوداع جزء منه. هند بنت عتبة حديث آخر دليل آخر ثقي زوجة أبي سفيان رضي الله عنه. ذا شو استنى يا رسول الله ناس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ذا مشحاح
ثم شحاح هو سيقول لنا مدن تفضل واحد عنده أعطاله ربي ولكن يغيظك لو كنت تشوفه تقول نعطيه الوعدة مربح هو مربح روحه مربح دايما ولاش لذلك عندنا هذا الكاليتي موجود في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان وإن كان استقبلت قضى ربي في كريم السن في الدضغ إفسن والتوسع على العيال مقصد شرعي واحد يفرح العيلة لذلك نجد في المناسبات التوسع على العيال لا في المناسبات وقيد المولود تعاشر كذا يناير الناس تنفق عادي فيها إيه يعني مادام هناك مقاصد شرعية لازم يكون عندنا مخ كبير عندنا نصوص شرعية عندنا مقاصد شرعية وعندنا أنواع الفقه الحديث الذي لرواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا حديث عظيم ولكن فقه يتصديس كين فقه الأولويات كين فقه المقاصد كين فقه النص كين فقه أنواع الفقه كثيرة فقه مراتب الأعمال هو فقه الأولويات كين فقه الموازنات كين فقه فقه لذلك لازم واحد يكون مخه يستوعب وهذا هو هذه شريعتنا فلا نضيق واسعا بعث لي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي أودي سكرة ماذا استنى فكذا سيقار ولاش طبعا قال لها ولاش بالعربية ماشي بالقبيلية أم بعد هي كانت صريحة إلا ما أخذت منه تمد يدها إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم وهو لا يعلم يعني أتير فوسيس وهو لا يعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف شوف كلمة المعروف كيف تتكرر لذلك جميع العلماء الذين عالجوا موضوع النفقة ركزوا على هذا الموضوع لأنه راه موجود في القرآن وفي السنة حديث عائشة هذا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معناها ترفض هذين أرقزي سكي يخدم أترفض كان أين إقلقني وخام ما تشستني مدام يرغفوس يرغفوس خط لا كل حاجة سعى الحدود في لسان الحدود علاش ربي قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه تلك حدود الله فلا تعتدوها ولا لا كل حاجة عندها حدود واستقبل ثم قارن سؤال شكرا الزر في وحذيق أنا عميه شكرا شي مشيو تجديثك تشرعي في مشيو هك الزرف اي وحذيق معنى كين حدود ثلسة وقال ثلسة بوال أم ثلسة بوكال أنا عميه لذلك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف المرأة كي تسمع هذه الفتوى لازم تطبقها كما هي ما تقولش المفتي ولا الشيخ قال لي لا 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 بينها وبين ربي سبحانه عزوجل نهار اللي يهديها ربي يقول الله غير درت فيكم العجب درك انا تبت الى الله خلاص من غادي ننفق خلاص ديروا لا ليست يوميا راح يقضي على روحه وما شاء الله طبعا سمحوا لي كاين بعض المسائل المتعلقه بالموضوع اذا كان طلاق درك ممكن واحد يسال يقول اذا كانت تكون مطلقه نقول اذا كان الطلاق رجعيا يجب ان تنفق عليها في فتره العده ها معليش هي مسائل كثيره لانه لازم نمشيو شويه في الموضوع والا لو كان ندخلوا في تفاصيل كثيره راجل طلق زوجته ارجز يبرث مطوفيس او كيف لازم ينفق عليها خلال العده الطلاق الرجعي هذه من احكام الطلاق الرجعي ان النفقه واجبه على
المطلق الزوج المطلق ما دامت في عدتها الشرعية. وإذا كان الرجل مات أنعمه مات وكاين كي يموت الرجل هذيك نهار يخرجوها من الدار سولتو إذا كانت زوجة الأب أنعمه يموت ورقاز يجد ثم طوثيس أو كذو الرويس صافي وياض ذير في فنت مطوث هذا سنين أرقاز يروح صازكا كميني تفضلي للأسف كاين أنا نقول بالمنهج النبوي ما بالو أقوام وكاين الأخرين بسم الله ما شاء الله قل ما تخافيش أنت مرت بابا بابانا أنت تاج روسنا كيما البارح كي اليوم رانا هنا بسم الله ما شاء الله يا سعدهم يا سعدهم اللي يعرف ربي دايما نرجعوا كل شيء لربي اللي يخاف ربي ما شاء الله اللي ما يخافش ربي كل شيء ممكن لذلك يقول خاف اللي ما يخافش ربي أقوذ وذل نتسقوذ ربي الشريعة كل حاجة ذكرتها على بالك واش قال فيها والله إن شاء الله يا ربي صاحب المعونة شوفوا عليها في المجلد الثاني يقول المرأة هذه ما تخرجش من الدار واش قال هذه عبارة نتاعو أتذكرها إن شاء الله جيدا قال مملوكة بالرقبة أو الانتفاع الله الله شكون قال الكلام نتاع القاضي عبد الوهاب البغدادي قال كذاك الدار ما تخرجهاش خاطر ممكن تقولها شوف بابنا مات درك نديروا التركه انت صاحبه الثمن يلا اخرجي ما تخرج ممكن ما عنده هذاك الدار ماشي نتاعو كراها استاجرها هذه اشاره الانتفاع لانه ممكن الانسان يملك الدار ومات خلى الدار ممكن ما يملكش الدار عنده لوكاسيو عنده ايجار عقد ايجار وعقد الايجار من عقود المنافع لذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي الله يرحمه والله يرضى عليه ذكر هذه المساله بهذه العباره مملوكه بالرقبه معنى عنده لاكت عنده عقد الملكيه ولا عن طريق الانتفاع بالانتفاع وهذكرها في المجلد الثاني من كتاب المعونة في الصفحة 678 678 الصفحة اليمنى في وسط الصفحة الآن يا إخواني بلا ما ندخل في التفاصيل هذه أخطر فيها كلام كثير وتلقى ممكن واحد مات خلى زوجة نتاعه حامل أو كيفه عندها عدتان عدة المتوفى عنها زوجها أربع شهور وعشر أيام يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه شرحناها فيما سبق وعندها عدة الحمل أتنستاذيست هي راهي في الشهر الثاني مازالها سبع شهور ما حبيتش نذكر كاع التفاصيل هذه يكفي الشيء ذكرناه إن شاء الله ما لا يدرك كله لا يترك جله.